وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة مظهر وستايل، واليوم تحديدا راح نتكلم عن الأزياء الرمضانية وخاصة الجلابيات والثياب اللي بتتصدر المشهد في رمضان. تحرجيني يا لميا بالفقرة هذه صراحة، مرة ماني مطقم اليوم أنا، بس بكرة معليش مشكلة كبيرة، بكرة أجيكم إن شاء الله، بس والله اليوم أصلا مريض يعني بالغلط جيت اليوم أصلا. عموما فقرتنا مظهر وستايل حقيقي صارت هاجس كثير من الشباب والبنات خصوصا في شهر رمضان، بسبب انه احنا مو بس ديكور ايضا بنهتم فيه عشان يحسسنا ايضا ملابسنا اوقات في الجمعات العائليه في اللمه، يعني نفسيا الواحد بينه وبين نفسه، فهذه شيء جدا مهم. عشان كذا مصممه الرساله اليوم اللي مشرفتنا قدمت كوليكشن جديد لرمضان، ويعني حنتعرف على تفاصيله وحنتحدث ايضا على اهتمام الناس من حولها بالازياء الرمضانيه وقد ايش الموضوع بيختلف من شخص لثاني. اليوم مشرفتنا مصممه الازياء حنين سعود، حياك معنا في ساعه شباب، كيف امورك؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله اليوم في الاجواء الرمضانيه، ولكن بدايه يا ريت تكلمينا عن الكوليكشن الخاصه في رمضان لهذه السنه، وكمان ايش الخامات اللي اعتمدتي عليها اكثر في هذه المجموعه؟ خاماتي اعتمدت عليها الالوان الفاتحه، الالوان الفاتحه، الازرق الفاتح، الفستق الفاتح، الخربز الفاتح، البينك الفاتح، تقريبا هذه الالوان. ايوه، والخامات طبعا تكون بارده خفيفه، طبعا اغلبها على الاقطان. ايوه عشان صيف، عشان صيف تلبسوا كذا. ايوه اغلبها على الاقطان عشان تكون بارده خفيفه، لانه رمضان حيصادف يكون في الصيف. يا الله، وتحفظوا الالوان حقت كل موسم؟ كل موسم اكيد طبعا، لازم كل موسم، لازم كل موسم له الوان معينه، صحيح تناسب اجواء، تناسب اجواء. انا طبعا نحن كذا نهتم بالديتيل الصغيره. اول شيء جميل، حتى الاستوديو لو تلاحظي الالوان اللي فيه برضه كلها فاتحه، فواتح، صادقين والله. طب نبي نعرف حاجه، يعني قديش ياخذ منك عشان تصممي، او في العاده بشكل عام قديش ياخذ منك عشان تصممي مثلا كوليكشن؟ اي كوليكشن جديد تقريبا اربع شهور، لاني بطلع في كل اربع شهور تقريبا ستة سبعة موديلات، فكل ديزاين بياخذ مني تقريبا الاسبوعين حتى انفذ التصميم، بالرسم والتصميم والتنفيذ ايوه كل شيء. اربع شهور، فتقريبا اربع شهور حتطلع كوليكشن. طبعا اكيد ضغط. اكيد يعني حتى احيانا، لا الصراحه طول السنه انا، يعني كل اربع شهور تبداي كوليكشن جديد، كل اربع شهور كوليكشن جديد. حلو، انه ما بتتقيدي بس لفصل لرمضان، لموسم رمضان لا، يعني ما عندي موسم رمضان، موسم مثلا افتر سكول، مثلا موسم بدايه المدرسه، يعني الشتاء، فعندي كذا موسم، يعني اربع مواسم في السنه. حلو. أيوة. والجميل انه كثير من المصممات بداوا كمان في تصميم الجلابيات للامهات وبناتهم الصغار. ايوه ايوه، فهل انت بتاخذي هذا الموضوع كمان التصاميم؟ لا انا ماسكه بس فئه معينه اللي هي الاطفال والتينيجر، حتى في تصميم العبايات والثياب. على الطاري يا محبة المقري مشرفتنا اليوم ولابسة لبس جميل من تصميم والدتها، ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. طب شيء، يعني ليش اخترتي بس انك تصمم الجلابيات والثياب لهذا العمر؟ يعني حسيت انه العمر ما بلاقي، خصوصا لبناتي لما كنت اسال اشتري لهم، ما بلاقي العمر ده موجود في السوق. صحيح، عمر الاطفال من عمر مثلا 9 لين 17 18 ما بلاقي طلبياتهم في هذا الشيء في السوق، ففكرت انه ابدا هذا المجال في الفئه العمريه دي، خصوصا انه خلاص يعني مجال السيدات ما شاء الله مره منتشر جدا، مصممات كثير منتشرين حتى في الثياب وفي العبي. نشوف محبه من الجنب كيف الفستان او الجلابيه الرمضانيه. لف علي تعالي حبيبي، ايوه لف بالجنب، ايوه بالجنب عشان نشوفه بس التصميم بالجنب. ايوه ايوه، هذا لون فاتح، فاتحه ازرق الفاتح، وخامته تقريبا على قطن علشان ما طبعا يعني يواسم الايوه صحيح حراره رمضان طبعا وصيف رمضان. طبعا انا بعرف حاجه مره مهمه الان، يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، هذه قاعده خلاص صارت معروفه. صح، وانت بتقولي تقريبا وكثير مثل كثير من المصممات عندهم نوع معين من الكوليكشن او من اللمسات اللي تمثلهم، كيف بتقدري تعمل انه تتميز عن التصميم الثاني؟ تتميز في نفس الوقت انك انت مثلا غير التميز كمان ترضي، يعني ما حترضى الجميع لكن بقدر المستطاع في الاخير تبغى تبيعي. صح، فكيف بتقدري تسوي هذا الامر؟ انا دائما يعني بركز على التصاميم البسيطه الناعمه الاليجنت اللي تناسب عمر البنات، يعني مثلا عمر 10 ولا 17 18 ما بيلبسوا الاشياء الثقيله، ما بيلبسوا الاشياء اللي فيها تطريز او اشياء فيها اقمشه مثلا ثقيله. يعني قصدك الحاجه اللي ما يختلف عليها اثنين كثير تقريبا؟ تقريبا يعني عمليه، يعني كمان جميع الاذواق، جميع الاذواق، وكمان بتكون عمليه اكثر.
حلو، بس هذا ما يحطك في دائرة الأمان من غير ما تجاز في مثلا بتصميم يخليك مثلا شيء مثلا او ملفت او شيء ممكن خطير. احيانا فتره مثلا بنزل تصميم واحد او تصميمين انه يكون غير العاده، يعني اخرج عن النطاق حقي تماما، خلال مثلا 6 شهور اطلع مثلا ديزاينين ثلاثه غير التصميم اللي بسويها، بس عاده انا بمشي على هذا الستايل ده. حلو. اكثر شيء جذبني واكثر شيء عجبني انه انت لبيتي احتياج حاجه مو موجوده في السوق. أيوه. خصوصا للبنات من هذا العمر، يعني حلو انه ندخلهم في اجواءنا الرمضانيه، نخليهم يلبسوا نفس ملابسنا، خلاص لازم يتعودوا على نفس اجواءنا من الصغر. بس اسالك كمان حنين، يعني بنعرف بالنسبه للعادات الرمضانيه ايش اهم الاشياء بالنسبه لك في موسم رمضان؟ موسم رمضان طبعا اهم حاجه عندي الزيارات العائليه، الفطور مع العائله وحتى السحور مع العائله. العمره في رمضان احسها جدا مميزه، لها روح مميزه، لها كده روحانيه غير طول السنه. صحيح طبعا. صلاه التراويح طبعا واحلى حاجه طبعا تكون في المسجد، هو صح للنساء افضل في البيت بس انه لها روحها في المسجد. بالنسبه للسمبوسه والشوربه اكيد طبعا لازم السمبوسه والشوربه لازم، هذا شيء اساسي طبعا على سفره رمضان ضروري. الاجواء الجميله هذه وفي وسط عملك، ترى هي ما هي مساله سهله انك انت يعني توزني بين الاثنين، في الاخير في عندك مسؤوليات لبيتك، مسؤوليات للناس اللي حولك، ايضا انت وقت لنفسك وفي وقت نفس الوقت شغلك. شغلي صحيح. ابغى اعرف بس يعني تنظيم الوقت هذا كله وفوق هذا كله سؤالي تحديدا مع الناس اللي بتقابليهم، قد ايش بيتقبلوا قد ايش بينتقدوا، هل بيتعبوا المصممات في الافكار اللي يبغوها في الديتيلز اللي بيغيروها ولا؟ صراحه انا دحين ما واجهني زبونه تعبتني في الديتيلز، تجي تفاصيل بسيطه يعني اقدر انفذها، يعني الان دحين صراحه الحمد لله التعامل مع الزباين الحمد لله يعني بسيط، خصوصا انه هذه الاعمار تعامل معاهم بسيط سهل جدا بسيط وسهل، بيلبسوا اي حاجه وبعدين اجسامهم يعني لسه ستيل اطفال، فاي ديزاين اي تصميم بيجي عليهم حلو وسمبل وبسيط وناعم. بعدين لما نكبر وبعد 20 سنه يقول لك كنا نلبسكم احسن شيء، شوف الملابس زي ما صار فينا زمان. طب بس حنين، يعني حنين ما فكرتي مثلا انك تتوسعي شويه بمجال مشروعك خصوصا في التصميم، يعني بابه جدا كبير، فعلا ما فكرتي انك تتوسعي اكثر تصيري تصممي؟ فكرت طبعا، بس اول حاطه في بالي خطه اني بدي ادرس التصميم كدراسه، انا مارسته كهوايه، فحاطه في بالي ادرسه يعني امارسه كدراسه كمان ادرسه، وان شاء الله باذن اكيد بعد ما حدرس اكيد حقوي هذه كمان مهارتي في التصميم. حلو. وحابه ان شاء الله باذن الله لاين جديد، ليش لا؟ تصميم جديد مع ايوه حبيت تصميم جديد. جميل جدا. هذا برضه كمان حرير قطن خفيف وبارد وبسيط وناعم وعملي. والجيب اللي في الجنب. وريهم حبه الجيب اللي في الجنب. حلويات وعيديات. ايوه تعبي. هذه ليله العيد لازم عشان ايش؟ تعبى كويس ولا تعطي احد محبه، اوكي؟ كله بجيبك. ما شاء الله جميل. على اي اساس صممتي هذه يعني الوجيهة الموجوده، او هي اصلا رسمه وطبعتيها ولا ايش بالضبط؟ لا هو قماش جاهز، انا ايوه اشتريته. حلو والله توفقت فيه صراحه لانه غريب جدا. جدا جميل حبيته. هذا من دبي جبته انا. اوكي حلو. كنت بسالك يعني الخامات اللي بتستخدميها او الاقمشه اللي بتستخدميها في تصاميمك من فين بتوفري هذه الاقمشه؟ من هنا من السعوديه او من دبي. حلو. بتروحي دبي عشان تاخذي الاقمشه؟ أيوة. الكلاف الاقمشه التفاصيل ايوه. صدقيني هذا العمر ما يتعبوا ابدا. لا ما يتعب. مريحين وبسطين ونعمين. محبه مبسوطه على اللي بتلبسيه ولا لا؟ حلو. تحبي اللي انت تلبسيه؟ من قلبك ولا غصبا عنك؟ مو عشان ماما. لا هي بتشاركك رايها. يعني مثلا تحب انها تلبس تصميم معين، يعني احيانا باخذ رايها وراي اختها الكبير اكبر منها برضه، باخذ ارائهم في الالوان في التصاميم، بشوف ايش ذوقهم ايش يعجبهم. مع اني دائما حمامه سلام حبه تعالي دي تعالي. في مره لبستي حاجه ما عجبتك وماما لبستك اياها غصبا عنك؟ مره لا عادلة معاهم، عادلة ماشي معاهم كويس. لا عادلة. شكرا لك. شكرا لك حنين. عفوا يا قلبي. عفوا الازياء. ونشكرك اكيد ونتمنى لك كل التوفيق. امين يا رب. شكرا لك وشكرا لمحبة المخرج كمان الموديل الصغيرة ما شاء الله. يا قلبي يعني تسمع الكلام رايحة وجاية، الله يحفظ لك اياها. امين يا رب. تسلم وشكرا. شكرا لك ولجهودك اليوم. احنا نكمل معاكم لسه في ساعة شباب، الفقرات الجاية برضو متعلقة بالاجواء الرمضانية، في سوالف لازم نتناقش فيها ما نقدر نعدي كل حاجة. راجعين.